يوم جميل وأجواء رائعة جدا، وإن كانت صعبة على مستوى تواصل هطول الأمطار على أرضية الملعب، لكن بالتأكيد الجميع متحمس معنا لهذه المباراة ورغم ظروف الطقس، إلا أنه كما تلاحظون جماهير حضرت لم تهتم كثيرا بالأحوال الجوية الصعبة اليوم اللي يدفعها عشق ناديها وحب ناديها والاستمتاع بهذه المباراة من أجل الوصول إلى الانتصار في هذا اللقاء الذي يقام في أجواء صعبة. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. النشيد الوطني لأستراليا. ننتقل إلى النشيد الوطني للمنتخب الآخر. هي البداية إذن. ميسي أكونا دي ماريا كوريا يستلم الكرة من الخلف، دي ماريا عدت الكرة يلعبها ببراءة، مرة أخرى ينقذ فريقا من كرة خطيرة. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم، لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. تمكن من المراوغة وإرسال الكرة العرضية، وهذا أمر يتحمل الدفاع اللي عليه أن يعمل بشكل أفضل في الفرص القادمة. يخاطر بهذه التمريرة وقد تكلف الكثير. كرة طولية من الحارس، يلعبها في المساحة، كرة تمر من الجميع، الحكم يشير إلى ركلة ركنية. يرسلها بعيدا عن فرصة للتسديد. إبعاد الكرة مطلوب هنا، الكرة داخل منطقة الجزاء. أستراليا ومحاولة مع المرتدة،
الخطورة الآن في الجانب الآخر. كوريا يلعبها طويلة. وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. تمهل تعني في الكرة وبعد ذلك أتمنيها. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. روستيتش يفقد توازنه، يفضل العودة بالكرة. أكونا الأرجنتين متقدم بفارق هدف وعند الأفضلية. دي باول سهولة في نقل الكرة بين اللاعبين، ممتاز في التمرير، يلعب العرضية. دي ماريا على تنفيذ الخطأ. يمر ويلعب كرة بينية والعرضية، موجود لإبعاد الكرة. نهاية الشوط الأول من هذه المباراة، إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، الأرجنتين يجب أن يحافظ على تركيزه وعلى تقدمه، وإن كان أيضا الهدف الوحيد لا يبعث على الاطمئنان، لابد من بحث عن هدف ثاني لتأكيد هذا التقدم والانتصار. سينسبري، دي باول، أكونا، ميسي، مارتينيز. حتى الآن نتيجة هدف مقابل لا شيء. يجرب حظه بالتسديد. قصيرة من ميسي، رودريغيز، سينسبري يبعد الكرة، روميرو بمبدأ الأمان يعود بالكرة، أكونا. مهم جدا أن تلعب كرة هجومية، لكن مهم أيضا أن تحافظ على التقدم في النتيجة. مدرب يشوف الطريقة الأمثل لذلك هي الهجوم. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين بهدوء وكثير من العزم، يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. يحصل عليها أكونا،
ميسي. وصلت إليه. أستراليا يجب أن يركز في هذه الفرصة لأننا نلعب في الدقائق الأخيرة ومطالبين بإدراك التعادل. الأرجنتين عليه أن يحافظ على النتيجة في الدقائق المتبقية. سينسبري، وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة.